إذاعة سلطنة عمان تقدم أفلام. برنامج أسبوعي يعنى بدور علوم الفلك والفضاء في التنمية البشرية. أفلاك، إعداد وتقديم المهندس عمار بن سالم الرواحي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. أفلاك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير وسرور أعزائنا المستمعين أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي أفلاك، والذي يعنى بدور علوم الفلك والفضاء في التنمية البشرية. سنتحدث اليوم أحد الجوانب استكشافات الفضاء. كثير ما نسمع عن إرسال مركبات إلى الكوكب الأحمر، كوكب المريخ، والناس تتساءل ما فائدة هذه الاستكشافات، وأيضا ما فائدة هذه الأبحاث وإلى آخره. لذلك ارتأينا من الجيد أن نتحدث في هذا الجانب عن استكشاف المريخ. يحدثنا معنا في الاستوديو المهندس عيسى بن سالم آل الشيخ، مؤسس وصاحب مبادرة ناسا بالعربية، والتي هي الآن برعاية شركة تنمية نفط عمان. حقيقة المهندس عيسى سبق وأن كان معنا في أحد حلقات البرنامج، أو بالأصح حلقتين، ألا وهي دور الأقمار الصناعية وأيضا عوالم أخرى، والآن يحدثنا بإذن الله عن استكشاف المريخ. مساك الله بالخير مهندس عيسى. مساك الله بالنور والسرور مهندس عمار، وشرفتنا معنا مجددا في البرنامج. تشريف وجودكم في البرنامج. الله يبارك فيك. جيد أن نتحدث الآن عن استكشاف المريخ في عصر الفضاء، وخصوصا أن هنالك يعني تساؤلات كثيرة بين الناس عن هذه الاستكشافات وأيضا ما فائدتها وإلى آخر، ولكن نتحدث بشكل عام عن هذه الاستكشافات. جيد. استكشافات في العصر الحديث، عصر الفضاء طبعا بدأ في تقريبا قبل 70 سنة، في الخمسينات وستينات القرن الماضي، والدول المتنافسة على غزو الفضاء تنبهت من البداية إلى أهمية أن ترسل مركبات وترسل مهام استكشافية للكواكب البعيدة. لذلك وضعت المريخ ضمن الأهداف التي يجب الوصول إليها. فأول مهمة قام بها يعني الدول التي تحاول غزو الفضاء من السوفيت في عام 1960، حاولوا إرسال مركبة للتحليق بجانب كوكب المريخ، ولكنها فشلت في الإطلاق. وفي الواقع كان مركبتين في نفس العام، وكلاهما فشل في الإطلاق. وبعد ذلك بعد سنتين عاودوا المحاولة من جديد في عام 1962، والمركبة اجتازت الخطوة الأولى للإطلاق، ولكنها يعني لم تستطع الإفلات من جاذبية الأرض، فصارت مشكلة أخرى. وكذلك في مركبة أخرى من بعدها أيضا فشلت في يعني في الاتصال بينها وبين مركز التحكم في الأرض. لكن أول نجاح لإرسال مركبات إلى المريخ كان في عام 1964 بواسطة الولايات المتحدة، عندما حلقت مركبة مارينر 4 بجانب الكوكب الأحمر. هي لم تنزل عليه ولم تدور حوله، فقط مجرد تحليق أي مرور عابر بجانب الكوكب، وأرسلت صور. هي أول مرة تعتبر صور مقربة للكوكب. لكن أول نزول على سطح المريخ بواسطة مركبة آلية كان في عام 1976 بواسطة مركبتين من ناسا، مهمة تسمى مهمة فايكينج، وكانت تهدف لالتقاط صور واضحة للمعالم سطح، معرفة ما هي مكونات التربة والبحث عن مكونات عضوية للمريخ نفسه. نعم للمريخ. ثم بعد ذلك تعاقبت مهمات أخرى بواسطة أيضا التحاسبات الولايات المتحدة، وحاولت دول مثلا اليابان في عام 98 إرسال مركبة. وأيضا فقدت التحكم بها. هنا يعني المسألة توضح أن هذه الدول دائما ما تحاول بغزو الفضاء، مجرد ما أن دولة معينة هي بدأت في الوصول إلى أحد الكواكب أو إرسال مركبة،
فدول أخرى تتبعها وأيضا تحاول أن تنافس. نعم، لأنه هو إثبات لقدرات تكنولوجية. نعم، فغزو الفضاء يعني متعلق بحل مشاكل هندسية والمشاكل التقنية، لأن هذه مهمة معقدة جدا. فالدول المتطورة هذه تثبت قدراتها التكنولوجية وقدراتها الإدارية وغيره كذا، لأن برامج هذه كبيرة جدا تحتاج لإدارة كبيرة عن طريق القيام بالصعبة، وخلنا نقول حتى ما يشبه المستحيل. نعم، دخول في تحدي. نعم بالضبط. فنكمل هنا في أول مركبة يعني نزلت على المريخ، كان مثل ما ذكرت مركبة فايكنج عام 76، لكن بعد ذلك في عام 97 نزلت مركبة اسمها باثفايندر على سطح المريخ، وهي مركبة أمريكية. نعم، وخرج منها جوال صغير اسمه سوجورنر، وكانت المهمة هذه تهدف لمعرفة ما هي يعني التكاليف المطلوبة لإنزال مركبة ناجحة والسير بها على سطح المريخ، وأيضا اختبار تقنيات الاتصال والتحكم بها على الأرض. فبعد ذلك تعاقبت هناك أيضا، يعني تعاقبت المهمات، ولكن هناك أيضا مهمات أخرى فشلت في حتى في السنوات الأخيرة، وهذا يبرز أن الموضوع جدا معقد وشائك. تحدثنا عن هذا بشكل عام، عن الموضوع المختصر. نعم، عن هذا الاستكشاف وبعض المركبات، لكن جيد أن نتحدث أيضا عن أنواع المركبات الفضائية المخصصة لاستكشاف المريخ. ولكن بشكل يعني حسب ما هو معلوم أن هنالك مركبات تدور حول المريخ. نعم، كمسبار، وأيضا كمثل القمر الصناعي الذي مثل القمر الصناعي الذي يدور حول الأرض. نعم، وهنالك أيضا مركبات أخرى كجوال. نعم، تنزل على السطح. نعم، وتتجول فيه. نعم، كمختبرات. يعني هو مثل مختبر متنقل، لكن عبارة عن جهاز يعني أو جوال روبوتي. نعم، نقول يعني يهدف أنه هو يتنقل على سطح المريخ، يأخذ عينات من كل مكان، يلتقط صور، يقوم بتحاليل ويرسلها إلى الأرض. نعم، وهناك أيضا المركبات اللي تنزل على الأرض وهي فقط كمسبار ثابت، اسمه بالإنجليزي لاندر. نعم، يعني فقط تكون ثابتة، لا تتنقل من سطح من مكان إلى آخر على السطح، وإنما هي تأخذ عينات من المحيط اللي حوله وتقوم بقياسات تتعلق بالغلاف الجوي وغيره. نعم، إذن هل توجد مركبات إلى الآن موجودة على سطح المريخ، أو أيضا مسابير تدور حول المريخ؟ نعم، هناك في الواقع يعني أسطول كامل المركبات الفضائية وتتبع عدة دول. نعم، موجودة حول المريخ حاليا، مثلا موجودة مهمة مارس إكسبريس ومهمة تي جي أو، كلاهم مثل الأقمار الصناعية مسابير تدور حول الكوكب تابعة لوكالة الفضاء الأوروبية. أيضا موجود مهمة مارس أوديسي ومهمة مارس ريكونانسنس أوربيتر، وكذلك الجوال بنذكره اللي هو الجوال كيريوسيتي وأوبورتونيتي، موجودات على السطح. لكن موجودة في كأقمار صناعية تدور حول الكوكب ثلاث مهام تابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وهي مارس أوديسي ومارس ريكونسس أوربيتر MRO، وكذلك مهمة ميفن. طبعا كل واحدة مختصة بدراسة جانب معين من المريخ، بالإضافة إلى أن هناك مهمة مانجليان اللي هي من وكالة الفضاء الهندية اللي وصلت عام 2014 للكوكب الأحمر، وهذه أول مهمة خارج نطاق الدول المعتادة الحاسوفيتية وروسيا ووكالة الفضاء الأوروبية وكالة ناسا. نعم، وفي خطط طبعا هناك من ضمن وكالة الفضاء الصينية أيضا أنه يتم إرسال مركبات إلى المريخ في لاحق الوقت. نعم، أيضا حتى في الإمارات العربية المتحدة. نعم، هذه خطة طموحة. نعم، في 2021. نعم، سيطلق مسبار الأمل. مسبار الأمل. نعم، نعم، هذه خطة طموحة من دولة الإمارات وجيدة جدا، لأنها هي ستخدم المنطقة. الإمارات نفسها وأيضا بشكل المنطقة. عام منطقة. نعم، بالفعل كإلهام وتطوير التكنولوجيا المتعلقة بمجال الفضاء والتواصل مع أيضا الفضول العلمي والفضول العلمي وغيره. مصطلحات فلكية، مصطلحات فلكية. المسبار، المسبار هي مركبة فضائية لا تحمل على متنها أي إنسان، وعادة ما تكون تحت سيطرة التحكم عن بعد. هذه المركبة الفضائية الآلية تهدف إلى إجراء قياسات ودراسات وتحاليل للبحث العلمي، وغالباً ما تكون لدراسة الكواكب وسبر أغوار الكون. أفلاك، أفلاك.
نعود مجددا مع المهندس عيسى بن سالم آل الشيخ، مؤسس وصاحب مبادرة ناسا بالعربية. مهندس عيسى، ما هي نتائج مهام الاستكشاف الأخيرة بالنسبة للمركبات الموجودة الآن في المريخ؟ نعم، هو نختصر للمركبات اللي في آخر، يعني أرسلت المريخ في آخر عقدين من الزمن. نعم. ذكرت سابقا مركبة باث فايندر والجوال الصغير سوجورنر اللي كان مرافق لها. كان الهدف منها اختبار تقنيات الهبوط والاتصال والتحكم على المريخ، وعقب ذلك إرسال جوالين سبيريت وأوبرتونيتي، من جوالين توأم متشابهين ونزلوا على مكانين مختلفين من سطح المريخ. كان الهدف منه هو الإجابة عن سؤال، أنه دراسة جيولوجيا الكوكب الأحمر، وكذلك الإجابة عن سؤال هو هل توجد هناك آثار مياه الآن على المريخ، وإذا كانت لا توجد هل هناك علامات تدل على أن المريخ كان سابقا موجود. فخرج بهذه النتيجة الحتمية، وهي أن كما بحسب هذين الجوالين أنه الآن الماء غير موجود. يعني هي لم ترصد أي ماء موجود على سطح المريخ الآن، ولكن من خلال التركيب الجيولوجي للكثير من أنواع الصخور وجدوا أن المريخ بما لا مجال للشك أنه في فترة سابقة كان يوجد عليه مياه سائلة كما نعرفها نحن البشر. ثم بعد ذلك نزل جوال كيوريوسيتي اللي جاب على سؤال آخر. طبعا المياه لا تكفي لوحدها لوجود الكائنات الحية يعني قدرتها على العيش، كانت تهرف للجواب على سؤال هو الغلاف الجوي كذلك. عندما كانت المياه موجودة، هل الغلاف الجوي كان يدعم وجود الحياة؟ يعني الحين معروف الغلاف الجوي للمريخ معظمه ثاني أكسيد الكربون، هل سابقة وكذلك بارد جدا؟ فهل كان فترة سابقة أكثر دفئا ويحتوي على مثلا نسب أكثر من الأكسجين؟ والجوال كيوريوسيتي خرج فعلا بهذه النتيجة، تثبت أن في وقت سابق كان الغلاف الجوي للمريخ أكثر دفئا ويحتوي على كمية من الأكسجين، وأيضا رصد وجود الميثان في الغلاف الجوي. والميثان معروف أنه هو نتاج تفاعلات بيولوجية في غالب الأحيان، إلا في أحيان قليلة جدا يكون هو نتاج عمليات جيولوجية، لكن هذا قليل جدا. وكذلك أثبت من خلال التحاليل الجيولوجية واختبار صخور أن المريخ كانت بالإضافة للتحاليل يعني الجوالين السابقين فعلا كانت تجري عليه المياه، والمكان الذي نزل عليه فعلا كانت هناك توجد بحيرة وشكلت طبقات كما نراها الآن، طبقات المجاورة للبحيرات على الأرض. وطبعا هو كيوريوسيتي لم يكن يبحث عن الحياة وإنما مكونات الحياة. نعم، المواد العضوية، هل لا توجد هناك مواد عضوية بداخل الصخور يعني متحجرة وكذا. فأثبت إلى حد كبير أنك سلاسم الكربون موجودة. ففي عام هناك خطة لإرسال جوال مشابه لكيوريوسيتي لكن يحمل أجهزة علمية أخرى في عام 2020 مخطط كما هو مخطط له الآن للبحث عن الحياة ذاتها. هي عادة هذه المركبات العمر الافتراضي لهذه المركبات كم تقريبا بالنسبة للجوالات؟ الجوالات عادة يرسم لها مدة محددة، مثلا الجوالين سبيرت أوبورتونيتي بحسب قدراتها ويعني قدراتها الميكانيكية ومصادر الطاقة عليها، مثلا كانت مخطط لها للعمل لمدة 90 يوم 3 أشهر، لكن الجوال أوبورتونيتي لا زال يعمل حتى الآن منذ عام 2004، يعني تجاوز المدة المحددة له بأضعاف كثيرة. الجوال كيوريوسيتي كان المدة المحددة له هي عام مريخ واحد يعادل تقريبا عامين، يعني 22 شهر تقريبا، يعادل مدة عامين أرضيين، لكن والآن منذ من نزل في غصص عام 2012 حتى الآن لا يزال يعمل أي امتد أكثر من المدة المخصصة له. وفقط نقطة سريعة بالنسبة للتوضيح للمستمع، كثير ما يتم التساؤل، هذه المختبرات ترسل للمريخ، هي طبعا لا تعود. نعم، لا تعود. كيف يتم معرفة هذه النتائج؟ كلها عن طريق أخذ هذه العينات ويتم إرسالها مباشرة إلى؟ لا، هي تأخذ العينات وتختبرها بنفسها. تختبرها بنفسها. يعني فيها أجهزة معقدة تمثل مختبر كامل بعضها. ولكن النتائج ترسل طبعاً. وترسل النتائج إلى الأرض. بعضها طبعاً تخضع لتحليل إضافي في الأرض، وبعضها الجوال يرسلها جاهزة. مثل الجوال كيوريوسيتي يحمل في داخله يعني أجهزة صغيرة نسبياً تعادل المختبرات كبيرة على الأرض. هذا يدل على التقدم التقني الكبير فيها. هذا الأجهزة ترسل لك نتائج جاهزة فيما يتعلق بمكونات الصخور والتربة وهل وما تحتوي عليه من معادن، ترسلها جاهزة للأرض. وهذا يعني هذه المسألة توضح أن غزو الفضاء أو مهندسة الفضاء وعلم الفضاء بشكل عام
يعني مترابط مع التقنية، مترابط مع أشياء كثيرة، وهي لها دور كبير في تطوير وتقدم التقنيات. الآن نتحدث عن المسابير الموجودة في المريخ، حول يعني المركبات الموجودة في مدار المريخ. في مدار المريخ هو المركبات هذه كل واحدة لها يعني هدف مختلف. مثلا مركبة MRO الهدف منها كان رسم خارطة كاملة لسطح كوكب المريخ، فهي يعني تحتوي على كاميرا عالية الكثافة وصورت كوكب المريخ بالكامل ورسمت خارطة كاملة له، مثل ما هي موجودة الحين يعني خارطة لكوكب الأرض واضحة المعالم وبكل تفاصيلها، أيضا توجد خارطة كاملة لكوكب المريخ بفضل مركبة MRO. مركبة ميفن اللي وصلت مؤخرا لكوكب المريخ كانت تهدف لمعرفة أنه الغلاف الجوي للمريخ هل يفقد كثافته أم لا، لأنه الجوال كيريوسيتي أثبت طبعا أن الغلاف الجوي سابقا كان أفضل بكثير، أكثر كثافة ويحافظ على الدفء في الكوكب الأحمر، لكن يبدو والحين يبدو أن المريخ يفقد غلافه الجوي. فمركبة ميفن الهدف منها هي معرفة هل فعلا المريخ يفقد غلافه الجوي نحو الفضاء، يعني غازات تهرب نحو الفضاء من الكوكب أم لا، وفعلا هي خرجت بهذه النتيجة في أن المريخ يفقد غلافه الجوي. طبعا هذا يفيدنا احنا نعرف أيضا ما مصير مثلا الغلاف الجوي للأرض، سواء بشكل طبيعي فيما يتعلق مجال مغناطيس الأرض اللي يحمينا من الرياح الشمسية، أو الأشياء المتعلقة بجيولوجيا الأرض وغيره، أو سواء على الأنشطة البشرية، الأنشطة البشرية كيف ستؤثر على الكوكب، ما هو مصيره إذا استمر مثل النشاط الحالي. فهذا فيما يتعلق بالمسابير. أيضا نفس المهمة اللي تقوم بها ميفن تشاركها فيها مهمة TGO الأوروبية، وأيضا مهمة الهند في تحمل نعم جهاز أيضا يدرس مكونات الغلاف الجوي، هل هناك غازات لا زالت يعني خلينا نقول تهرب من الغلاف الجوي للكوكب. هذه كلها مركبات يعني روبوتية، نعم آلية، تم آلية، نعم مرسولة للمريخ. ماذا عن الرحلات المأهولة؟ طبعا هنالك وكالات فضاء مثل ناسا وغيرها تخطط إرسال رواد فضاء إلى المريخ، يعني إرسال بشر بشكل نعم إلى المريخ. نعم. فماذا عن هذه الخطط؟ حاليا هناك خطتين لإرسال رواد فضاء إلى المريخ. طبعا الحلم بعد سابقا مثلا الحلم بعد هبوط الإنسان على القمر عام 69 وحتى عام 72 كانت الخطة تقول أنه في خلال 20 سنة ربما يتم إرسال الإنسان إلى المريخ، لكن اتضح أن الوضع أعقد بكثير جدا جدا، وتعقيد الوصول إلى القمر يعني لا يقارن بتعقيد الوصول إلى المريخ. تعقيد وصول المريخ أكثر بكثير، وهناك أسباب كثيرة له، لكن نتكلم عن مثلا الحين ما هي الخطط الموجودة. هناك خطتين، مشروع يسمى مارس 1 لإرسال رواد فضاء إلى المريخ. كان سابقا الخطة هي عام 2022 نعم بعد 5 سنوات نعم بعد 5 سنوات من الآن، لكن اتضح أن هذا وقت مبكر لأنك لازالت كثير من التقنيات المحتاجة والمصاعب الفنية اللي محتاجين أنهم يتغلبوا عليها ويطوروها بالضبط. وأما وكالة الفضاء الأمريكية ناسا فخططها هي في العقد الثالث من هذا القرن، هي الثلاثينات القادمة، أن ترسل رائد فضاء، وهي الآن تطور المركبات اللازمة والصواريخ اللازمة لإرسال رواد إلى المريخ. لماذا تأخر إرسال رواد حتى الآن؟ لأن مثل ما ذكرنا توجد صعوبة كبيرة فنية من ناحية التكنولوجيا، من ناحية تضاريس تشابه للمريخ مثلا. نعم، هي وجود تضاريس هذه ضمن يعني تدرس على الأرض لمعرفة كيفية دراستها على يعني على المريخ، محاكاتها في الأرض قبل الوصول للمريخ. بالضبط، محاكاتها على الأرض عشان نعرف مثلا ما هي البيئة استواجها روادنا، كيف يتعاملوا معها، ما هي اللي محتاجينها مثلا الأجهزة والأدوات وتقنيات الاتصال. نعم، وهذا تعقيبا على هذا الكلام، تم الإعلان منذ أسبوعين تقريبا أو 3 أسابيع باختيار السلطنة لإجراء تجارب محاكاة للمريخ. نعم، هذا طبعا منتدى الفضاء النمساوي، وسيتم إرسال رواد فضاء إلى السلطنة هنا، والسلطنة ستستضيف من ناحية اللوجستية. نعم، هذا شيء بالنسبة لنا شيء جيد يعني.
نعم، هو هذه خطة، هم يقوم ببحث عن أي مكان على الأرض يعني يحاكي مثلا تضاريس المريخ، تكون نسبيا مشابهة. نعم، وهناك أماكن كثيرة على الأرض مشابهة لتضاريس المريخ، والسلطنة إحداها، فتم اختيارها على هذا الأساس لتجربة تقنيات العيش والاتصال في كوكب المريخ. أيضا من ضمن الصعوبات الكبيرة لإرسال رواد فضاء هو أن المريخ والأرض يعني لا يقعان دائما بنفس البعد والمسافة، مثل ما هو القمر في المتوسط بعده شبه ثابت تقريبا، متوسط بعده عن الأرض، لكن المريخ خلال كل 22 شهر يصير مرة واحدة في أقرب مسافة لهم الأرض. فإذا أرسلوا رواد فضاء هناك حسب علمي يعني يوجد تصورين، وهو أن رواد فضاء إذا وصلوا للمريخ فإما يمكثوا مدة قصيرة لا تتجاوز بضعة أيام ويعودوا بساعة الأرض، أو أنهم يجلسوا على الأقل أشهر، يعني أعتقد كان حسب الخطة أنه 18 شهر أو سنتين على المريخ قبل أن تصير المسافة من جديد الأرض والمريخ قريبين من بعض ويتم الرجوع إلى الأرض. فهذا التحدي، المدة قصيرة أو مدة طويلة جدا. مدة قصيرة ربما لا تستطيع استكشاف ما تريد فيها، والمدة الطويلة صعبة جدا من ناحية الإمدادات، إمداد الوقود والغذاء والماء وغيره. فهذا من ضمن رواد الفضاء هناك. نعم، فهذا من ضمن التحديات الكبيرة جدا، من بخلاف موضوع اختلاف الجاذبية والأمور النفسية متعلقة برواد الفضاء وجودهم في مكان بعيد. أيضا خطط طواري، لو صار عطل في مركبة كيف سيتم إرسال مثلا خطة بديلة أو إنقاذ أو غيره، هذه مشاكل طويلة جدا. وفي الواقع هو كتكنولوجيا الحالية هي موجودة لإرسال الرواد، ممكن يعني تكنولوجيا حاليا أنها ترسل رواد فضاء إلى المريخ، لكن هناك عائقين. العائق الأول خطط طوارئ ما موجودة، يعني لا توجد خطط طوارئ، ممكن إرسالهم فقط وعودتهم إذا تم كل شيء بشكل مثالي. والشيء الآخر هي التكلفة المرتفعة جدا، لا تقدر عليها دولة لوحدها، لازم تحتاج إلى تعاون دولي، تكون لك تعاون دولي وجهود دولية. نعم. فلذلك يعني التطويرات والتكنولوجيا الحالية إنه هي تحاول خفض التكلفة ويعني تقدم أكثر لجعل المهمة أكثر سلاسة وأكثر قابلية للتطبيق. لماذا كل هذا الاهتمام بكوكب الأحمر بالمريخ؟ ما فائدة يعني ماذا نستفيد نحن كبشرية من استكشاف المريخ؟ نعم، هو بشكل مختصر. نعم، هو الاستكشاف كوكب المريخ يعني لا يخرج عن إطار علوم الفضاء اللي هي من يعني معروف أنها تساهم في تطور البشرية وتطور التكنولوجيا على مختلف الأصعدة، لكن نذكر في موضوع يعني الميول البشري. نعم. خلنا نسميه يعني مثلا البشر صعدوا إلى مدار الأرض ثم صعدوا إلى القمر، الطبيعة البشرية هي الخطوة التالية، في الخطوة التالية لغزو الفضاء هي المريخ، يعني الذهاب إلى كوكب آخر. نعم، وهي أقرب بالنسبة لنا وقريب إلى حد كبير بالنسبة لنا بالمعايير طبعا بالمقاييس الكونية. نعم. وكوكب قريب جدا ويشابه الأرض من نواحي كثيرة، يعني ممكن مع أن مثلا كوكب الزهرة أقرب إلينا من المريخ. نعم. لكن كوكب الزهرة حرارته مرتفعة جدا وغلاف الجو سميك جدا. نعم. هذا السبب مرتفع. نعم، في يعني كوكب المريخ هو أفضل خيار اللي خلنا نقول غزوه. واتضح أيضا أن فهم كوكب المريخ يجعلنا نفهم الأرض. الأرض هي كوكب واحد. نعم. ونحن بحاجة لمعرفة مثلا ما مصير هذا الكوكب وكيف تشكل، فنحتاج يعني ندرس كواكب أخرى. نعم. فعن طريق فهم الكوكب المريخ مثلا نستطيع نعرف المجال المغناطيسي للأرض الذي يحمينا الآن من الرياح الشمسية. نعم. ويحمل غلاف الجوي للأرض، ما مصيره بعد فترة؟ هذا يمكن إجابة عليه من خلال رأس المريخ، لأنه هو الآن يمر بنفس المرحلة. ولكن في الأخير نقول أن التكنولوجيا يعني تكنولوجيا الفضاء تساهم في خدمة البشرية ولا تخرج عن نطاق بقية التكنولوجيا. فأنت عندما يعني شبهت التكنولوجيا الفضاء بأنها عبارة عن مختبر ليس مخصص أو مكرس لشيء معين، وإنما في كل مرة يخرج لك منه ابتكار جديد. فتكنولوجيا الفضاء في كل مرة تخرجنا ب تقنية جديدة متعلقة بالاتصال ومتعلقة بعلم مواد وفي الصناعة وحتى وسائل الترفيه، وكذلك متعلقة بمجال الطب، وكما هو الحال في يعني لا ينفصل عن الأبحاث الموجودة في مدار الأرض محطة فضاء دولية وغيره. بالإضافة إلى ذلك هنالك أيضا كثير من هذه الابتكارات والأبحاث تم تكريسها هنا في
طبعا هي تفضي الأرض. هي تفضي في الأخير تكنولوجيا المطورة للفضاء تفضي في الأخير يتم اختراع تقنيات جديدة وابتكارات أيضا وسائل في عيش البشر. نعم. وغير عن ذلك أيضا تضيف الفضول العلمي لدى البشرية. مجرد أنه دولة معينة تطلق مسبار للمريخ هذا يعني يزيد من الفضول العلمي للناشئة وللأجيال القادمة. حقيقة موضوع شيق ويطول يعني هذه المهام يعني كانت منذ سنين يحتاج الموضوع إلى أكثر عن مسألة حلقة في نصف ساعة. صحيح. فلضيق الوقت لا يسعنا إلا أن نشكر المهندس عيسى بن سالم آل الشيخ مؤسس وصاحب مبادرة ناسا بالعربية والتي هي الآن برعاية شركة تنمية نفط عمان. بارك الله فيك باشمهندس. شكرا مهندس عمار جزاك الله خير. بارك الله فيك. وإذا نشكر مستمعينا الأكارم على متابعتهم لنا هذه الحلقة على أمل متابعتهم لنا في حلقات قادمة. نترككم في رعاية الله والسلام عليكم أجمعين. كنتم مع أفلاك. أفلاك مع تحيات المهندس عمار الرواحي والمخرج سيف الجرداني.